سلام. في إطار محاربة ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر ومن خلال العمل الاستباقي وكذا الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مصالح أمن دائرة القلاع من تفكيك شبكة تنشط في مجال تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر بطريقة غير مشروعة، أين مكنت العملية من توقيف 4 أشخاص منظمين وكذا 4 أشخاص كانوا بصدد الهجرة السرية مع حجز قارب صيد ومحرك قارب صيد بالإضافة إلى معدات أخرى. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.